بستقبل سوا الفنانة دانيا أسيس. بحلمك يا حلم يا لبنان. فيما كان المتطفلون يخرقون معنى ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ويحاولون سوق المناسبة والمتغيرات إلى تاريخ طوت المصالحات سطوره ومفرداته، كان رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط يعبران عن صدقية المشاعر تجاه الرئيس الراحل كما تجاه المرحلة هذه مرحلة الوحدة الوطنية. هكذا أحب البعض تشويه المناسبة فيما كان صاحبها في مقلب آخر. أما الدخلاء على المناسبة وقبلها على الرئيس الراحل فهكذا حاولوا خرق التوافق. السيادة الوطنية هي أن يكون لبنان بأسره والعشر تلاف أربعمائة واثنان وخمسين كيلومتر مربع بالكامل بعهدة السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطياً، وأن لا يكون على أرض لبنان أي سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية تحت أي ذريعة. سيبقى لبنان، سيبقى لبنان، سيبقى لبنان. إن قادة الفريق الآخر مدعوون لاتخاذ قرار وطني جريء يقضي بالموافقة على وضع إمكاناتهم العسكرية في تصرف الدولة اللبنانية وقرار السلم والحرب في مجلس الوزراء من دون سواه. وعلى رغم اعتلائهم المنابر إلا أن أصواتهم بقيت مقيدة لا تتعدى المساحات. 14 شباط 2010 لم يشبه سابقاته، فماذا عن مشهد 14 من شباط 2011؟ بالطبع ستغيب وجوه هي في الأصل ليست حاضرة. أول شيء أهلا فيكم وأهلا بالأوتيفي. وأنا لما كنت محل ما كنا كان يعجبني البرنامج بالتحديد لما بلشت فيه بخبر وخبري. بالنسبة للشيء اللي شفناه بساحة الشهداء، أول شيء بحب أكد أنه كان في عدد من الرسائل والصور الرمزية اللي شفناها بساحة الشهداء. وقبل ما بلش نحكي شوي بالموضوع، في شيء مهم بحب أكد عليه بالنسبة للشهيد دولة الرئيس رفيق الحريري. أول شيء دولة الرئيس رفيق الحريري معروف عنه من خلال ممارسته للعمل السياسي من شبابه، يعني معروف عنه بفكره القومي العربي، معروف عنه بوطنيته وبالطبع تعلقه بلبنان، واللي بمرحلة لاحقة لما وصل إلى السلطة شفنا كيف كان عم يتعاطى بعدة مراحل من حياته السياسية بالحكم، سواء اللي شفناه بنيسان 1996 وعناقيد الغضب وتعاطيه بالموضوع ومساندته للمقاومة بالفعل وبالعقل وبالقلب كمان. وطبعا كل هالأمور بتخليني أول شيء يعني أقول إنه هاي الساحة، ساحة 14 شباط بمعناها الفعلي اللي هو ذكرى استشهاد الرئيس دولة الرئيس رفيق الحريري، بالنسبة لألي بعتبر هاي الساحة ومثل ما كان تيار المستقبل شفنا الخطاب السياسي قبل ما الاحتفال، هو ساحة وطنية عروبية، وكان الهدف من إبراز هذا الموضوع، وخاصة هلأ اللي بعد ما شفنا بهاي المرحلة السياسية اللي عم نعيشها، شفنا الخطاب السياسي الجامع لدولة الرئيس سعد الحريري، شفنا الموقف الحازم للرئيس سعد الحريري تجاه التصريحات والتهديدات ليبرمان، شفنا المواقف والبيانات تبع تيار المستقبل
كل هيدي المواقف هي بتخليني أول شيء إنه أقول إنه شعبنا وأهلنا وللأسف بدي أقول طائفتنا، مع إنه أنا يعني تفكيري لا يتلائم مع هذه الأوصاف، بس حتى طائفتنا بتقديري عم تاخد موقعها الطبيعي، عم تاخد موقعها النضالي، عم تاخد موقعها العروبي، عم تاخد موقعها الوطني. يعني هذا هو السؤال اللي بده ينسأل، يعني حضرتك عم تحكي عن رئيس وعن شعب يمكن ظلموكم 4 سنين. أنا قلت لك من لما ظهرت أنا ما بعتبر حالي ظلم، أنا كنت بموقع نضالي بمواجهة مشروع سياسي معين، ما ببني مواقفي على أمور شخصية انظلمت ولا ما انظلمت، كان مفروض علي أصمد بهذا الموقع اللي كنت فيه وصمدت وظهرت. يعني المشروع السياسي تبعي قدر يرجع يستعيد القوة، خرجت بالطريقة اللي خرجنا فيها. مشان هيك أنا ما عم قيم مرحلة 4 سنين الباطل، أنا عم قيم المرحلة هلأ الحالية. يعني التحولات اللي صار على طول عميد بتقول بهيداك المطرح، يعني ما بتحب تقول لا معتقل ولا سجن، مش هيك؟ لأن مثل ما قلت لك أنا منطلق من أنه كنت بموقع نضالي، يعني مثلا فضل أقول زنزاني أو زنزين عن سجن، لأنه السجن يمكن تعطيه بعض الصفة الشرعية والواقع والقضائية والقانونية اللي هي كانت مثل ما قلت لك كل الأمور بنيت على باطل، فما بني على باطل فهو باطل. مشان هيك أنا دائما بقول محل ما كنا، أو إذا مرقت معي حتى إذا كنت بدي شوي قاسي بقول الزنازين. هلأ لنرجع للموضوع ساحة دولة الرئيس الشهيد الحريري وساحة دولة الرئيس سعد الحريري، لأنه خطابه كان جامع، خطابه كان شامل، وكان بيركز في موضوع كتير مهم، انه مثل ما عم قلك الخطاب السياسي الحالي والموقف اللي عم نشوفه من تيار المستقبل بيأكد كمان بمحل معين على الدور الاستراتيجي، على الدور الاستراتيجي لسوريا على الساحة العربية بطبيعة العلاقة السورية السعودية هلأ القائمة على مواجهة هؤلاء الصهاينة وعلى المقاومة. مشان هيك في ظاهرتين أنا بحب نوه فيهم، لأنه كنت منطلقتي أنه شو شفنا، ما بحب أحكي عن بعض الأمور اللي أنا بعتبرها بتمرق بأخطاء التنظيم. لا كانت كتير مؤذية، يعني في محلات كمان في مؤذية، بس أنا بدي ركز على الإيجابيات. هلأ في محل هذا بيرجع لمحاسبة دولة الرئيس مع اللي نظموا له المهرجان، لا شك انه في بعض الامور انا ما بحب خوض فيها حتى ما بين وكانه عم بنتقد. يعني في ناس حضروا مش محلهم، مع انه انا في ناس من الفنانين بحبهم بس منا مناسبه، يعني مش محله. مثلا انا ما بقدر الا مثلا احمد قعبور كان مناسبته مع اناديكم، وانا تقدير السنه كان، لانه هذيك السنه لما سمعتها بالسجن كان مش تقديري مش محله، هلا السنه كان بمحله وتتلائم مع الخطاب السياسي لتيار المستقبل ولدولة الرئيس سعد الحريري. بس في يعني اكيد مش الموقع اللي لازم يكون فيه بعض الفنانين، مش هون المحل، هيدا انا ما بدي ادخل فيه، هي بتتعلق بالتنظيم وبعمليه المحاسبه او فهم المناسبه، كثير ناس وعمليه المحاسبه، لانه اكيد دولة الرئيس الحريري بده يحاسب طبيعه المهرجان اللي صار. اللي بيهمني لأرجع لك في ظاهرتين مهمين أنا لاحظتهم وكتير ريحوني، ومثل ما قلت لك عم حس أنه أهلنا رجعوا للموقع الطبيعي. رفع العلم التركي، رمزية رفع العلم التركي، يعني كمان بالسنوات السابقة سنوات الباطل كان في العلم الأمريكي، علم القوى الاستعمارية اللي شاركت بغزو العراق وغير غزو العراق، كانت ترتفع بالساحة. هلأ ارتفع العلم التركي، وما هو العلم التركي بدلالاته وخاصة المواقف السياسية لدولة الرئيس أردوغان. بالمقابل بتذكر مثلا سنوات الباطل لما كانت تيجي الست كونداليسا رايس تجمع كل وزراء الدول العربية بمحل واحد وتقعد تصير تعطيهم الدروس وتلقنهم شو بدهم يعملوا. يعني بتشوفي هالمقارنات، يعني هيدي احد رمزية رفع العلم التركي. او مثلا مصافحة بيريز والانسحاب يعني كل هالامور بتعطي رمزية انه هيدا العلم التركي وجوده كان موقعه الطبيعي على الساحة، بدون طبعا هلا ما يفوتونا انه بقصة القضية التركية الارمنية، لا طبيعي انتبه، لانه او انه قصة الخلافة التركية هذا موضوع يختلف، ونحن نحكي عن الواقع الحالي لتركيا. يعني هيدي الموضوع الثاني مثلا صورة الملك عبد الله،
مثلا صورة الملك عبد الله وما قاله دولة الرئيس الحريري انه النافذة التي فتحت من قبل جلالة الملك. يعني مهم كتير كمان وجود صورة الملك عبد الله وما يمثل اليوم من خط عربي وخط يدعو الى تجميع عناصر القوة على صعيد الأمة في مواجهة كمان هذا شيء في مواجهة هؤلاء الصهاين. بس كمان في يعني بالمقابل وجود صورة الملك عبد الله يقابلها ناس يعني اعتلوا المنابر يمكن يختلف وجهة يعني نظرها مع خط الملك يعني عبد الله. تركتك تسأليني سمحت لك هيك بسؤال حتى لأنه واصل كنت بدي عم شرح لك أنا الضوء العام الصورة العامة وشو فيه ما قلت لك في بعض الأمور. طبيعي يعني مثلا إذا بدنا نقص الخطابات قلت لك خطاب جامع حاوي وتبع دولة الرئيس عبد الحريري وفي نقطة كتير مهمة حكيها كمان بتضيف شيء جديد على السياسة اللبنانية ويريد تطبق مظبوط بالفعل مثل قصة انه ما بدنا نتكاذب. بتعرفي على الساحة اللبنانية كتر النفاق السياسي وكتر التبريرات انه صار مين ما كان بيعمل شو ما كان هذا شعار صار بالساحة اللبنانية وخاصة بسنوات الباطل. وشفنا مثلا بسنوات الباطل صفر الوجوه اللي بيدعوا انه هني حريصين على مصالح الشعب وحريصين على اموال الشعب وهني من الفاسدين والمفسدين بيكونوا. كل هالامور هيدي يعني شفنا بعض تلاميحها مثلا في اسمحوا لي يعني انا عم مر هالكلمه ثعالب السياسي بيعتبروهم اللبنانيين هول اللي بيبقوا هيك انه بيحكوا برواق وبهدوء وبيروحوا بيعملوا دورات عند بعض المعاهد الامريكيه والجزائريه. ما شفنا هون كثير على كل حال بالساحه ما شفنا جزء منه ايه هول انه بالنهايه شو بمرقوا لك هون اللي بدي اوصل له بمرقوا انه نحن اذا عطينا الذريعه على اسرائيل يا لطيف بيصيروا يفرجوا لك وينبشوا لك من الاجرام ليرعبوا العالم. يعني عرفت كيف يعني فيها الطرق وهن بالطبع هن خريجين لانجلي وخريجين الغرف السوداء بالكونغرس بالمرحله الباطل. الموضوع لنرجع شوي عم نستطرد بس لنرجع لا مشكله ابدا لنرجع للموضوع. انا برايي الحاله الشاذه الوحيده اللي كانت موجوده بالساحه هو المدعو سمير جعجع وقعد تحت دولة الرئيس. كان في أمين جميل كمان بالعكس أنا ما أمين جميل بموقعه وبخطابه وبمساره السياسي دولة فخامة الرئيس جميل ما في مشكلة. هلأ بيختلف ببعض المواقع السياسية بس إنه كمان إذا بنشوف المسار السياسي لشخص معين غير يختلف كليا عن المدعو سمير جعجع. حتى انتبه معلش لو عبر الأوتيفي حتى سامي جميل يعني بمساره السياسي النائب سامي جميل بمساره السياسي مثل ما قلت لك في محلات بتعارض كتير معه بالفكر السياسي بس إذا الواحد بيتابعه من لما كان بالمدرسة للجامعة لموقفه ما فيك إلا ما تحترميه كخصم أمرار. بس هذا بالتحديد المدعو سمير جعجع لا تاريخه بيشرف وانا مش عم بحكي افتر عليه يعني انه تاريخ الشعب اللبناني بيحكمه وحكمه يعني في كثير على كل حال يعني حكم رح نوصل لحد بس انه انا برايي الشاذ الحال الشاذ اللي كانت بالساحة كان المدعو سمير جعجع بمحل ما كان قاعد وبالخطاب اللي القاه. يعني الخطاب اللي القاه معروف مبين انه فلتمان سمعي فلتمان المعلمه فلتمان لانه يعني هو التابع الموظف الصغير هو الموظفين اللي بيديروا السياسة الأمريكية. يعني فلتمان تعرفي قاعد فترة بلبنان هلأ عم بيطلع حقه قبل على كل حال في كتير ناس أتباع كمان إيه بس أنه هو بالتحديد أنا عم حدد عليه. نعم. بس أنه فلتمان يعني معلمه شو اسمعي شو حكي من شهر نفس الكلام على كل حال موضوع سمير جعجع يعني واللي صار بينك وبين المكتب الإعلامي اللي نقول مش معه مباشرة حيكون بعد فاصل تاني لنرجع بس لحديث الساحة. يعني حضرتك كتير عم تبعت رسائل إيجابية لرئيس الحكومة أنا ما عم ببعت هل هو كمان عم ينظر هاي النظرة عم بعيد حساباته؟ لا 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 أنا ما عم ببعت رسائل إيجابية ولا غير إيجابية. أنا عم بوصف واقع سياسي وعم حط يعني عم حط وصف للشيء اللي عم شوفه. يعني مثلا انا
بحكي مثل ما هي الأمور، ما بحب لا رسائل ولا غير رسائل. هلأ واقع صاير، بس هل هذه يعني هذا الواقع، توصيفك لهالواقع يقابل أيضا يعني بتوصيف أو من الرئيس الحريري؟ ما عندي مشكلة، أنا ما في يعني ما عم بطلب بدل بديل، أنا مش من هالنوع اللي بيشتغل إنه أنا عم بحكي لي ما بيهمني إذا كان فيه ولا ما، مش هون المشكلة عندي، أنا عم بحكي اللي بفكر فيه واللي شايفه. هل هناك أزمة سياسية في الشارع السني ترك رئيس السنيورة؟ أما هون كنت بدي أقول لك كمان، حتى خطاب رئيس السنيورة أو الأستاذ فؤاد السنيورة، خطابه كان ضمن المسار يعني المضبوط المتجدد، ضمن المسار المضبوط. هلأ بنحكي بالمضبوط شوي عن المدعو سمير جعجع كيف حاول يضبطوه بس ما قدر. بقى الخطاب المضبوط تبع الرئيس السنيور الأستاذ فؤاد السنيورة كان بالمسار، بس تعرفي في نخعات الأستاذ فؤاد السنيورة، أستاذ فؤاد النخعات تبعوله اللي هيك مرقة، بتعرفي بده يدافع عن المرحلة اللي هو كان فيها مسؤوليته. ما بتعترف برئاسته أستاذ فؤاد؟ استلم، كان كيف ما بعترف برئاسته، أستاذ كان استلم برئاسة بالمحل لما كان لما كان فخامة الرئيس لحوت، كان هو دولة رئيسه، بس انه كمان ما هو أستاذ فؤاد السنيورة يعني، لا بالعكس، ما مش عم شكك بأي موقع، بس انه في نخعات بالخطاب بالساحة نتيجة انه كان بمرحلة هو مسؤول عنها، يعني المفروض يكون يحميها شوي. هلأ مثل ما ضبط الإيقاع مثلا، حاولوا يضبطوا له إيقاع المدعو سمير جعجع عبر بعض التدخلات الداخلية والخارجية، بس ما بيقدر، في عنده التزام أقوى تجاه الدائرة اللي بيشتغل فيها، يعني دائرة فلتمان أقوى من هذيك، التزم بس في محلات حكي نفس الحكي. في موضوع يعني أحدى تركات الرئيس السنيورة يقال، يعني مع احترامنا أكيد نحن لسماحة المفتي محمد رشيد قباني، بس باختصار شو نظرتك لهالموقعية الآن يعني بظل الحكي عن هدر أموال وما شابه؟ لك اسمحي لي أول شيء، أنا عملت بيان بهذا الموضوع، بس لا يتعلق بقصة هدر أموال، أنا ما بدخل بهالأمور، لأنه هيدي الفيل مثل ما شفتي رؤساء الوزراء اجتمعوا وأخذوا القرار، مشان هيك ما حفوت بهذا الموضوع إذا بتسمحي لي. بس أنا عملت بيان مركز فيه على الواقع السياسي، وركزت فيه على الشهداء الأبطال المشايخ، يعني مثال الشيخ حسن خالد، هذه عمامته بيضة، عمامة الشهادة الملتقى بالدم، والشيخ صبحي الصالح، عملت مقارنة بين عماماتهم وبين الطرابيش الثاني. لماذا هذا التصويب على سمير جعجع؟ أنا ما عم صوب على المدعو سمير جعجع، بس إذا بتسمحي لي يعني أكد على بعض النقاط اللي برزتها بمرحلة سابقة، بس هلأ بحب أكد عليها. أول شيء نبلش بالتنظيم القوات اللبنانية. تنظيم القوات اللبنانية أنا بعتبره تنظيم سياسي موجود، ومن ضمن التنظيمات اللي انوجدت على الساحة اللبنانية بمرحلة معينة، وحتى في بعض الأشخاص اللي كانوا بالتنظيم بقدر أقول أنه أصدقائي، ويمكن بيختلف بمحلات معهم بالفكر السياسي، بس من الحالة الاجتماعية كمان أصدقاء كانوا بالتنظيم القوات وظهروا، في منس بقيوا. مشان هيك أنا هون بحب ميز كتير بين واقع، ولو الناس بتقلي ما هو قائد وبتفوتني بهالجدلية، لا، المدعو سمير جعجع حتى بقلب التنظيم يختلفوا. هلأ في كلنا أمرار، مش كلنا، أنه أنا ما بقبل أنه يكون عندي ازدواجية مع شخص معين، بس مثلا أنه أنا بعرف بالتنظيم هلأ حاليا في مثل العميد وهبي قطيشة الأمين العام، يعني أنا كان بحترمه العميد قطيشة، من الزملاء بالجيش ومن اللي أفكارهم خاصة فيما يتعلق بالصراع التلمودي اللبناني والعربي، عنده آراء متقدمة جدا، مشان هيك أنا بحترمه وهو بالتنظيم. مثلا ياريت جورج عدوان بيحكي رأيه بسمير جعجع، يعني اللي كان يقوله بالمرحلة اللي كان فيه سمير جعجع بالسجن، ياريت بيرجع بيكرره
مثلا هذا احد الاشخاص المقربين. هلا انت عم تعمل انتقال؟ لا 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 ابدا. انا مش هلا ماني عم مثل ما بيقولوا انه مش اول شيء انا مش ماني من هالداهية السياسية ولا من عم فوت بهالموضوع، بس انا عم بحكي اللي فعليا هيك انه والفعليا مش فعليا اللي بعرفه. هو المشكله انه بنعرف يعني. مثلا انا كنت قاعد بالسجن، هلا خليتينا نقول كلمه سجن لانه كان يعني كنا محل ما كنا انه اتفرج على لما سمحوا لنا بالتلفزيون، قول ما معقول يوصل النفاق السياسي بلبنان لهالدرجه، انه في اشخاص بعرفهم منيح، مش بس بعرفهم وسمعهم شو بيحكوا واسمعهم مواقفهم الجديده. يعني انه قد ما يكون شو هالقدره بلبنان انه تقدر تخدع الراي العام. انا بعتبر اكثر من خداع الراي العام اللبناني، اغتصاب ذاكره اللبنانيين، تغتصب لهم ذاكرتهم مثل الكمبيوتر كيف بيمحوا ديليت. لا، انه في اشخاص بيبقوا عم يحكوا. هلا في اشخاص بحترمهم ما غيروا، بس في اشخاص ما معقول تقدر انت تسمعيه وانت بتعرفيه وسمعتيه. هلا ما بعرف هالقدره كيف صارت. مشان هيك انا ما عم بعمل انه انشقاق، انا عم بحكي اللي انا مضبوط فكر. اذا انا ميز كثير بين المدعو سمير جعجع والتنظيم قوات لبنانيه. اكثر من هيك، انا من احد مش بس يعني الكثير كثير بيعتبروا انه هذا المجتمع او هذا اهلنا المسيحيين اساس ببناء الوطن اللبناني، اساس وايماني، ويعني ولان من امن نحن بالوطن اللبناني وبالكيان اللبناني الاساس فيه. وحتى ويمكن هلا في ناس تقدني هني قياديين اساسيين كمان على بالساحه اللبنانيه. وهلا مثلا ما فيكي مثلا تشوفي الفكر النير للعماد مشان هون هلا بيقول لأ انا عم بحكي بالاوتيفي عم بمدح فيه، مش مزبوط. هذا كمان تفكيري اللي هلا عم بيمارسه العماد مشان هون على صعيد الفكر المسيحي المشرقي. يعني اكيد لما تلاقي شخص مثل العماد مشان هون منطلق واخذ دوره الطليع القيادي على صعيد الامه العربيه مش بس على الصعيد اللبناني، وعرفين موقعه والاستراتيجي ولوين عم يتطلع، عم يخرج من هالصغائر الصغيرة اللي بدهم يحاولوا يدخلوه بزوري بالسياسة اللبنانية. وبالمقابل بتلاقي أشخاص أو بعض المجموعات مش بس من المجتمع المسيحي أو من أهلنا المسيحيين عم بيحاولوا يروحوا ليكونوا أتباع للموظفين الصغار بدوائر الخارجية الأمريكية أو بالكيدورسي كمان. يعني بتلاقي في ناس هذا أنه أنت صحح لك تكون قائد وتكون لك وزنك وقيمتك السياسية على الساحة العربية اللبنانية، بتروح بتفتش لتكون رقم صغير بمحل يمكن هيدا اللي بكرة بينساه ما بيعود يتذكره. مشان هيك هون في 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 فرق يعني بالموضوع. هلا بتقولي لي انه صوبت، انا ما صوبت احدا، انا حكيت موقف سياسي. حسيت انه لما اسمع ليبرمان عم بيهدد وعم بيحكي بفتني السنية الشيعية، عم بيهدد انه لبنان اصحوا مدري شو حيصير فيكم اذا بتقربوا علينا لانه منعجزهم، وبالمقابل بيقول انه حزب الله قتل دوله الرئيس رفيق الحريري. وانا عارفين لانه مصدر الفتنه دائما هن هؤلاء الصهاينه، مصدر الفتنه اللبنانيه سواء السنيه الشيعيه او المسيحيه فتش عليها بتلاقي انه يا هن يا ادواتهم هن مصدر التفتيت على الساحه كل عمره مش من هلا المجرس الواقع اللبناني. بقى انه انا اخذت موقف سياسي، لقيت ليبرمان عم بيهدد ولقيت ليبرمان عم بيجعجع من عجزه، بالمقابل ما سمعت الا صوت الجعجعة الداخلية عنا صدرت من المدعو سمير جعجع. قمت انا اخذت موقف سياسي، يعني بنرجع لقصة الاتهام السياسي ولو 4 سنين قلنا اتهام سياسي، هذا اختراع فلت من هاي الكلمة اتهام سياسي. وياريت الدكتور نجار طالما هيك بشرحها كمان لانه بدي افهم، يا ريت في شي تلميذ من تلاميذه هو عم يلقي يكون عم بيدرس بشهادة يرفع ايده ويسأله شو فيك تشرح لنا اتهام سياسي شو معناتها بقضية قضائية وجمعية. هذا استطراد كمان للموضوع. لنرجع لقصتنا انه انا لقيت شخص ليبرمان بجعجع بالداخل الاسرائيلي وعندي شخص عم بجعجع بالداخل اللبناني عم بيلقيله، ما قمت اخذت موقف سياسي فيه، ما حمل موقف سياسي. هلا مش بس هيك، تصوري يعني حتى خطاب هلا الخطاب يعني بدل ما يتراجع شوي عن جعجعته بالداخل
رجع حكي نفس الخطاب. ليش حكي نفس الخطاب؟ انه ليش خرج عن جامع عن السرب كله؟ مطلوب منه هلا من مين؟ ما قلت لك حاولوا وفي محاوله شفناها، يعني في زياره لاحد احد المسؤولين العرب اجى على لبنان لتهدئه الموقف، ما قدروا يهدوه لانه عنده تابعيه والتزام تجاه ناس اهم. يعني التزامه مع فلتمان، بتعرفي التزامه مع فلتمان اهم، بس شو عمل؟ خفف تأثر الكلمة، خفف، بس الموقف الأساسي كان هو واضح. والدليل جعجعته هون مين تلقاها؟ الإعلام الصهيوني اليوم، مش بس لها آرتس اليوم، مرقوا بس لها آرتس انه مدحت فيه تصوري مجال، يعني انه هيدا ابلغ رد على الشيء، على الدعوة كلها تبعهم اللي عاملينها. مش بس لها آرتس، حتى ثلاث اربع محطات تلفزيونية اشادت بخطابه للمدعو سمير جعجع. طب عميد، بس الأستاذ سمير جعجع هو يتلقى أوامر، يمكن هو الأوضح وهو الذي يعبر أكثر. ما في كتير ناس صاروا 5 سنين بيتلقوا أوامر وما زالوا يتلقون الأوامر، بس قدروا يمكن أنه شوية داوزنوا خطابهم. أنا مثل ما قلت لك، تقديري هو مساره السياسي الإجرامي واللي بيحاول دايما هيك بيحط رتوش على وجهه وبيتصل، ما بعرف وين بيتصل، مثل ما كان جورج بوش يتصل بأماكن خارج العالم اللي عايشين فيه، كان يتصلوا فيه هو هالوجه هيك اللي مثل ما قلت لك انه ومساره الاجرامي. مش انا اللي عم بحكي عليه، يرجعوا يعني للشعب اللبناني بيعرف. هلا بس تقولي سمير جعجع بالشارع اللبناني، بيعرف مين هو؟ اكيد في ناس كتير مش من كل الاطراف بلبنان، بتعرفي ما نضحك حالنا انه هلا نقول لبنان انه جزيره وكلهم عم بيطلعوا، لا، بس في مسار. انا بقول لك شغلي اكثر من هيك، هني عم بيقولوا انه المحكمه الدوليه رح تمنع الاغتيالات. انا بدهم رايي، حطوا او رجعوا اشتغلوا على اعاده سمير جعجع الى السجن. على الاكيد المناخ السياسي والمناخ الأمني على الساحة اللبنانية بيصير أهدى، وخاصة هلأ بجو الاستقرار. عم تتهمه يعني؟ أنا ما عم بتهمه. شو عم بتهمه؟ أنا عم أقول هيدا الإنسان يجب مراقبته. مش عم بتهمه. هل درجة خطورته؟ تاريخه عم يتهمه، أنا مش أنا عم بتهمه. أنت يعني ما بدنا نفوت ننكأ جراح الماضي وأحكي. صحيح، عندك ملفات كتير ما حابب تحكي فيها. والتفاصيل والأسماء ما بدي فوت فيها، بس إنه تاريخه بالتحديد. هل تقليلي غيره عنده تاريخ؟ كوني أكيد. أنا يا ريت، بس ما بدنا نرجع للماضي. عرفت، قلت إنه ما بدك تفتح. ما بدنا نرجع للماضي، مشان هيك ينتبهوا. إذا بدنا نريح الساحة اللبنانية، هيدا الشخص هلا يمكن ما بدهم يرجع يردوه محل ما كان، خلي ينتبهوا له أمنيا، يحطوه تحت المراقبة، لأن مثل ما عم أقول كل ما تهدى الساحة اللبنانية وكل ما تبرز عوامل الانصهار، وهلأ خاصة بارز انه وحدة اللبنانيين بمواجهة هؤلاء الصهاينة بدون يفتتوهم بمحل، بدون ينفسوها بمحل. ما في حدا بيتلائم مع هالمشروع الا هذا الشخص. مش هيك، انا برأيي ينتبهوا له. واكتر من هيك بدعي يعني، والهيدي موضوع تاني، بس معلش خلينا، لازم الهيئات المدنية والهيئات القانونية يبلشوا يلاقوا صيغة لإعادته إلى السجن، ولازم تاخد يعني على الصعيد الشعبي، لأنه إذا بدنا نحمي الساحة اللبنانية بهالمرحلة، المفروض هذا الشخص يتراقب ويرجع محل ما كان. بس هو مقرب جدا يعني الرئيس سعد الحريري. لا مش جدا، بس بعده حليف. مش جدا، بعده حليف، وكان له كلمة. أنا يعني أنا برجع بقلك، أنا بحكم عن مواقف السياسي. اللي بيسمع مثل ما قلت لك خطاب دولة الرئيس سعد الحريري، اللي بيسمع الخطاب السياسي لأهلنا بتيار المستقبل، اللي بيسمع الحكي تبع أحمد الحريري، بس حضر هو حضر. أنا برأيي، مخلين ما أنت عم تسبق علي، اللي بيسمع يعني هذا بالمفهوم السياسي العادي، اللي بيسمع كل هالمواقف الحازمة، تقديري سمير جعجع ب 14 شباط الثاني ما حيكون بالساحة. لا حيمنع، حيكون في أصلا ذكرى، حينعمل ذكرى، لأنه أي أكيد. لا انتبهي هوني أنا في بعض الإعلام
قصة أنه الذكرى رح تكون 14 شباط هي ذكرى اغتيال دولة يمكن الرئيس يمكن بغير صيغة دولة بس مش الرئيس ما مشان هيك بس الذكرى قائمة دولة الرئيس رفيق الحريري مشان هيك رح تاخد موقعها الطبيعي مثل ما قلت لك على الأكيد بهذا المسار المدعو سمير جعجع ما حيكون بالساحة مش ما حيكون قاعد وراح يكون مشارك لأنه هو بغير محل بغير موضوع بغير محل أكيد غير هيدا الفكر حتى شفنا يعني نحن حسب ما قالوا حسب ما أنا لاحظت أنه بس حكي خطابه القوات تركوا الساحة وفلوا ما قدروا يحملوا الخطاب الجديد لدولة الرئيس الحريري. بكل أحوال عميد في سؤال يعني يسأل هل حضرتك يعني أمام مشروع سياسي يعني استقلت من الجيش لتكون أمام مشروع سياسي؟ أول شيء استقالتي ماشي وأخذت انقطاع الخدمة لتوضيح الموضوع وبعد لك 4 سنين يمكن بعد في فترة بس طبعا فضلت أنت إلى محل تاني. المشروع السياسي ما حنحكي فيه هلا لأنه ما خصوا أبدا بعملية المواجهة مع حتى ما يربطوها بتعرفي لا ما خص المواجهة ايه. بس واضح انه استقلت قبل الأوان ايه. يعني في مشروع استقلت سياسي استقلت مثل ما قلت لك انا بالنهاية بنتقل من مشروع سياسي نضالي لمشروع سياسي نضالي تقديري موقع بجيش ما بقى بيخدم مع انه بقدر الجيش كتير وبتعرفي اخواني وبقدر القيادة الحالية للعماد جان قهوجي وموقفه بالنسبة للعقيدة القتالية والمواجهة مع هؤلاء التلموديين هذا واضح جدا بس انا كمصطفى حمدان وجودي بالجيش ما بقى يخدم الفعل السياسي والفعل النضالي اللي بدي اشتغل فيه مشان هيك انتقلت لمرحلة تانية بطور التبلور والتنعلم يعني. ذكرى 14 من شباط كما حضرت في الشكل والمضمون في ساحة الشهداء نقلتها النشرات الإخبارية من دون خبريات وحدها الام تي في أرادت استبعاد الخبر والتمسك بما يتمناه بعض المتكلمين. السنة الخامسة على التوالي يكون جمهور 14 من آذار على الموعد في ذكرى 14 من شباط والذين راهنوا على تلكؤ هذا الجمهور عن النزول إلى ساحة الشهداء نتيجة بعض الخيبة التي عاشها بعد الانتخابات سقط رهانهم. الأو تي في والأم بي أن والمنار وجهت تحية إلى الرئيس الشهيد مع تسجيلها لحكمة رئيس الحكومة ولغياب الحزب الاشتراكي ولتغير مشهدية الذكرى عن سابقاتها. ففي ساحة الشهداء لا الحب كان جليا ولا الصيام عما يوقع النفس في الخطية. المناسبة في 14 من شباط هي ذاتها أليمة بحجم غياب صاحب الذكرى ولكن إحيائها في وسط بيروت هذا العام جاء مختلفا في الشكل والجوهر. 14 شباط 2010، المناسبة هي في البعد العاطفي تجاه رجل كبير افتقده لبنان في لحظة من غدرات الزمن. المناسبة جديدة في المضمون وبعض الشكل، جديدة فيما أراد رئيس الحكومة سعد الحريري أن تكون منبرا لتكريس اتجاه البوصلة الذي بدأ بتحديده قبل أشهر. وفيما كانت الام تي في تفاخر بسقوط الرهانات كان الجديد ينعي الثورة. حفل وداع الثورة أدى التحية الأخيرة وفيما يشبه مراسم التشييع وعن عمر ناهز 5 أعوام وريت السيادة واستقلالها في الثرى